محمد المسلمي، جمعة الحبسي وأحمد الكعبي، وسط الملعب منذر العلوي وأرشد العلوي، جميل اليحمدي، حارب السعدي، كرة لعمان، محاولة التفاف وصلاح اليحيائي، صلاح عرضية العارضة، الرأس الثانية، جول ثالث لعمان. والسلطنة تعلن أنها هنا في البصرة من أجل اللقب، وعمان تضع الهدف الثاني أو الثالث في مرمى اليمن. هنا الكرة بدأت، هنا الحكاية تحولت، وصلاح اليحيى يعرض الرأسية في العارضة، والرأسية الثانية من المهاجم عصام الصبحي وصلت إلى المرمى. لاحظ هنا أرشد ركنها، ولكن الصبحي هو من وضعها بعد إن عادت من العارضة. لاحظ هنا العارضة ردت وعوضت حارس المرمى علي فضل عباس، ولكن لا أحد عوض علي عندما سددها عصام الصبحي، وبالتالي الهدف الثالث لسلطنة عمان. وهنا عمان تضع ثالث الأهداف وتسجل مبكرا كما فعلت في شوط المباراة الأول.